بالنسبه للناس اللي ما قدرونيش كنقول لكم تعلموا ترحموا، راه ربي تيرحم احسن منا حنا كبشر. والناس اللي كيقولوا لي ما انت ماشي ام صالحه، واش الام الصالحه هي اللي تتلوح ولادها؟ واش في نظركم الام الصالحه خصها تمشي تفسد وتجي توكل ولادها وتشربهم غير ما يشوفهاش البشر؟ واش في نظركم وحده مهرسه غادي تقدر تمشي تخدم؟ واش في نظركم وحده مهرسه من ظهرها غادي تقدر تمشي تخدم؟ انا مهرسه من الحوض ومهرسه من الورك، ها الورق ديال الطبيب ها هما، اي واحد كيكذبني ها الورق ديال الطبيب، مهرسه من الحوض ومهرسه من الورك ومهرسه من الراس الاولى وها الثانيه، كسر في الراس وكسر في كسر في الراس وكسر في الحوض وكسر في الورك، والشهاده الطبيه بانني مهرسه هي هذه راه عند خبير، هذه عند خبير. وقع لي حادثه انا وبنتي، وكانت معنا مرت خويا مسكينه توفات الله يرحمها وليها برحمه الله، وجوج ولاد خويا كنتمنى لهم ان شاء الله الشفاء العاجل، حتى هما راهم بقاو معاقين. اللي كيقولوا لي على الناس اللي تخدمي وعري على دراعك، تاير مهرسه من رجلها وفاتحه النص من الكبده، والناس ما رحمونيش. انا ما بقاش فيا الحال على الرجال، على خوتي المغاربه، انا بقى فيا الحال على العيالات، على الشابات بحالي اللي هاجموني واحد الهجوم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سيري انت ام ماشي صالحه، انت ام ماشي مزيانه، انت ام ماشي هذي، انت خرجتي بنتك، انت خرجتي على بنتك، الله يعطيك سيده، الله يعطيك مصيبه. الله ودي تكيس عليا واحد شويه، الله ودي واش الا زعما الا جاتني كسيده واش نتوما غادي تكونوا فرحانين؟ واش زعما نتوما في نظركم الام اللي تتمشي تفسد وتتجيب توكل ولادها هذيك هي الام الصالحه؟ وانا راه ما قدرتش، انا نداء كناشد المغاربه كاملين. واش هذوك مثلا اللي دايرين اليوتيوب واش حسن مني بشي حاجه؟ واش مثلا هذوك اللي دايرين اليوتيوب كيقراو لكم القران؟ راه كيديروه العهر، وانا اي واحد هذا الشيء ما كاينش يشوف كل شيء باين، حتى واحد ما دخل عندي، علاش دابا تتهضروا؟ وعلاش الناس عايروني انا وما قالوش بات هاد البنت علاش خلاها بحال هكا، ولا علاش ما ردش ليها البال، ولا علاش ما وقفش معاها؟ ما فهمتش انا علاش. في نظركم كون ملي دزت في شوف تيفي طلعت وتنطلب، انا قبل دزت في شوف تيفي وقلت لكم خوتي المغاربه الله يجزيكم بخير، انا ظروف وقعوا عليا ومشيت لبرا ورجعت، وتنقول لبنت اختي الله ياخذ فيك الحق، حيت هي سببي في هاد المشاكل كلها. وتيقولوا لي الناس واش عندك العائله؟ انا ما عنديش العائله وما تنعترفش بهم وما عنديش وما عندي ما ندير بهم، حيت هما سببي في هاد الاعصاب وفي هاد المشاكل وفي هاد الشيء اللي واقع ليا كلهم. ربما الناس هما اعتبروا بانها كتشجعي بنتها. انا ما تنشجعهاش، انا الواقع، انت دابا تتشوف كل شيء على عينك، والناس اللي تيكذبوني تنتمنى تقرا لهم هاد الرساله هادي، تقرا لهم هاد الورقه هادي وتقول لهم نسبه العجز اللي عندي، اللي تيقولوا لي انا هذا سؤال بن هذا طلب بنطلبوا للناس، واش واحد مهرس من ظهره بيمشي يخدم في القهوه؟ واش حنا في مجتمعنا المغربي مثلا وحده مجوجه ومتلقه وعندها ديبلوم تقدر تمشي تخدم؟ هذيك غتصوفي راسها، وحده مجوجه ومتلقه وعندها جبنات ومهرسه من ظهرها، واش غتمشي تخدم عند مول القهوه غيشدها؟ غايقول لها سمحي تعرجيش عليا هنايا، سير الله يعاوننا ويعاونك. الواقع ما كاينش علاش نبقاو، انا مشكلي هو تنخرج لبنادم شنو كاين الواقع، ولكن حنا المغاربه بطبعنا ما تنبغيوش الواقع. انا كنت كنخرج نفسد وتنرجع ونخلص الكرا وناكل ونشرب وعيشه وعادي، بطبيعه الحال ما غايشوفني حتى واحد، غايشوفني الله. والناس اللي كيقولوا تدير محتوى خايب، انا غادي نقول لكم واحد الهضره، واش انا درت محتوى نقي؟ حد ما دخل عندي تيقولوها في التعاليق، تيقول لي ديري تعطيوني شي حاجه، لا دعموني، وكنتمنى منكم تنعاود نقولها تقبلوني كيف انا،
تقبلوني كيف انا. انا ما عنديش من طبيعه الحال ما نوريكم، انا من طبيعه الحال ما تنقولش عندي من غنمشي هنا غنمشي هنا غنصور هنا، انا ما عنديش، الله غالب، داكشي اللي عندي راه باين. وفي الاول راه درنا محتوى نقي حتى حد ما دخل عندنا، ومن طبيعه الحال واش هذاك اللي تينتقدني وتيسبني وتيقول لي يا بنتك خرجتي لهذا ولا هذا ولا هذا، واش بنتي الا لقاها في الزنقه ما عندها ما تاكل تطلب غادي يعاونها؟ راه ما كاينش اللي يرحمك، وحنا في المجتمع ما كاينش اللي يرحمك، وحنا في المراه في المغرب ما عندها حتى شي حق، والمراه في المغرب محقوره، والمراه في المغرب هكا ما عندها حتى شي حق، ما عندها كرامه. وانا وحده من هاد البنات هادو، وانا ما تندويش على اللي عندهم، واللي انا تندوي على الناس اللي ما عندهمش، والناس اللي المراه اللي تزوجات وتلقات، والمراه اللي صغيره وتزوجات وتلقات وما لقات حتى شي واحد في جنبها. انا هذيك على ما تنهضر، واجي وربيوني الا تندير شي حاجه غلط مرحبا بكم على الراس والعين. شتي الا بقى لي الحبس بوحدو ندوزو على بناتي؟ راه ما كاينش غرام ديال المشكل، غرام ديال المشكل ما كاينش، ولكن الحبس خصني ندوزو نعرف علاش. انا تنقولها لكم، اي واحد عنده عليا سلطه ويقدر يديني للحبس بسبب الفقر ولا بسبب هاد الـ هاد الـ هاد الـ هاد الـ هاد, الـ هاد المرض اللي تنعيش، يجي يديني للحبس. انا راه قلت لكم يهوديه وسلمت بين يديكم، انا راه مهرسه من ظهري وبالوراق راني مهرسه من ظهري، وهذا الصحفي هذا الله يجعل التقليد عليه يشوف كل شيء على عينيه. انا نقدر نكذب عليكم ولكن هو ما يقدرش يكذب. قول لهم اخويا اش كاين وقول لهم شنو في الوراق. الله يسهل عليك. لا لا قرا، انا ما تنقراش، انا اميه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان امي، حيت انا في التعاليق تيقولوا لي الله يعطيك والله يمد لك وما قريش ولا تلاقى الفقر مع الـ مع الـ مع الجهل. الجهل راه ما عمرو، الجهل هو اللي قاري وما فاهمش. الجهل هو شي واحد قاري وتيدخل يكتب، فعوض ما دخلت كتب قول لي اختي شنو هو الظروف ديالك، اشنو هو اللي خلى هاد البنت تخرج دير بحال هكاك. ولكن حنا سبحان الله العظيم المغاربه ديما تنضرقوا الشمس بالغربال، مع الذكر راه كلشي كيبان. وانا اي واحد تيكذبني هالورق بانني مهرسه ما نقدرش نخدم، هالورقه فانا ديال بهاوي ما نقدرش نخدم، وفيها باللي انا مهرسه من الحوض، ومن طبيعه حال الجسم كله كيعتمد على الظهر، كل الجسد كله كيعتمد على الظهر. من طبيعه الحال، من طبيعه الحال انا مع المغاربه كيف ما قبلوني نمشي، الا قبلوني واحد السيده محترمه وعاونوني ودعموني مرحبا بهم، الله يسهل عليهم الله يجازيهم بخير. والا قبلوني بالروتين غنديرو وغديروا بنتي وغنديروا حتى انا. ولكن في نظرك انت هجموا عليا مثلا في التعاليق، واش غيجي شي واحد يعطيني ما ناكل؟ واش غيجي شي واحد يخلص عليا الكرة؟ ها ما انت دابا دخلتي لداري وشتي كلشي على عيني. نقدر انا نكذب، لكن انت راه هذه مهنه ديال الصحافه، راه مهنه شريفه. قول ليهم شنو كاين، انت دابا هو المراه ديال هذوك الناس اللي كيعايروني. قول ليهم شنو كاين باللي انا راه ما نقدرش نخدم، والناس اللي تيقولوا لي ديروا كروسه، كروسه راه ماشي سهله، كروسه راه خصك الصحه باش توقف عليها، وكروسه راه خصك الصحه باش تكون معاها. ايوا الواقع هو هذا، اللي عجبو مرحبا به واللي ما عجبوش مرحبا به. والاسم ديال القناه ديالي ناديه المراكشيه، الا دعمتوني شكرا لكم، ولا ما دعمتونيش شكرا لكم. ومن طبيعه الحال حنا راه غادي نمشيو مع الشعب، الا بغى الروتين نديروه بغانا محترمين هو اللي يغدي يحكم. حنا تعرضنا لواحد الهجوم اللي هو كبير وما نستحقوه الصراحه، حنت كتقولوا ماما كتشجعني، وانا قلت لكم ديك المره كنعاودها 2000 خطره بلا ماما ما عمرها شجعتني، ماما عمرها قالت لي لا ديريه بزز عليه كاين شي حاجه، انا الظروف كتجبرني وانا الظروف اللي كتحكم عليا. وحنا وداك الدعاء وداك الشيء راه كيرجع على مولاه، كيطلع حتى عند تجربه وكيطيح على مولاه. وكنت يقول واحد المثل اللي حاضيك في السماء ما كاين اللي يقيسك في الارض، و نقول الله ياخذ الحق في مكانه حيا وسباب. وبابا تنوجه لك واحد الرساله، ما عمرني ما غادي نسمح لك حيت انت السبب في هذا الشيء كامل. والعائله انا ما عنديش العائله وما تنعترفش بهم، وكنتمنى من المغاربه يدعموني كيف انا، ما بغوش يدعموني ماشي مشكل، غندير روتي اليومي اللي كيدعموني فيه اللي بغاو المغاربه، عندك الشيء اللي بغاو غادي نديرو. وحنا من طبيعه الحال راه حنا انا من طبيعه الحال غير اختكم، غير مرام طبيعه الحال،
انا هذوك الرجال اللي تيدخلوا يعلقوا، واش زعما كاع نتوما لهاد الدرجه ما عندكمش احساس؟ ما قلتوش الله يحسن العوان، ما قلتوش نشوفوا هاد الامه شنو السبب، ما قلتوش. انا ما بقاش في الحال على الرجال، خلي الرجال، ربما احنا العيالات حنان. علاش العيالات؟ انا تنقول لكم العيالات اللي عندها بنتها قدي واللي عندها ظروف واللي عندها مشاكل واللي مريضه بالاعصاب واللي عندها مرسه مظهرها، اش دير؟ الله يرحم لكم الوالدين، قولوا لي اش ندير من غير روتين اليومي؟ اش ندير من غير روتين اليومي؟ اش ندير؟ نخرج نطلب؟ لا، حيت غيشوفوا المنظر غيقولوا لي ماشي تاع الطلبه انتيا. يلاه انتم راه عارفين شنو كاين، راه هادوك اللي تنتقدوني راه الا لقوني في الزنقه ما غاديش يرحموني. من طبيعة الحال راك عارف كلشي، راك فراس كلشي، حيت حنا ما غاديش نقول حنا منافقين، واش غادي نبدلو شي حاجه؟ وانا راه ما يمكنش نوقف فوج هاد الناس كاملين اللي تيعيروا تنبان لهم انا ماشي مزيانه، لا، حيت انا ما عمري ما غادي نقد على شعب باكمله. وانا غير عايروني شتي، غير عايروني ودخلوا عندي ودعموني وعايروني وسبوني وغرقوا ليا وطلعوني كي طلعتو شحال من واحد اللي ما يستحقش. انا غير عايروني، راه الا عايرتيني ولا لا سبيتيني ولا لا دعيتي عليا، اللي يكون في البال ديالك راه ربي كاين.